أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المسبحة التي يسبح بها جائزة، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعملها ولا الصحابة، وفي كثير من الأحيان تكون شعارا لأهل البدع؟ الذي يتخذها مشابهة لأهل البدع لا تجوز، أما إذا اتخذها للعد فقط كما يعد بالحصى هذا مباح. إذا اتخذها للعد فقط ولا يعتقد فيها فضيلة ولا يتشبه بالمبتدع هذه مباح، يباح له أن يعد بالسبحة أو بالحصى، ولكن التسبيح بالأصابع أفضل من هذا كله. نعم انت احسن الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.